تكون أكثر صراحة. شاهدنا لقائكم ويا الأستاذ سليم الجبوري. كابتن، أنتوا اليوم نجوم، من دا توصل لهاي الشخصيات أنت نجم، هاي الشخصيات دا تقدر هاي النجوم لو فقط نجلس ونطي رأينا؟ يعني أنا لأن اليوم سعد قيس عندنا إنجاز العراق، يونس عندنا إنجاز العراق، نشأت عندنا إنجاز بصراحة نحكي، لكن هم ما فادونا بإنجاز، دا يوفرون ما نريده. وشنو الغايه من هاي الروحه؟ شوف، احنا كنا توسمنا خير بوجود الكابتن احمد راضي بالبرلمان، صدقا خل اقول تحياتي للكابتن احمد راضي، تحياتنا للكابتن، لاعب كبير توسمنا خير. بس احنا يعني صراحه كاحمد راضي كاسم كبير تاريخ يمثل شريحه كبيره يعني كامله لاعبي كره القدم، من نقول رياضيين كره القدم بشكل خاص، لكنه صراحه يعني ما استفدنا من وجوده كرياضي بالتأكيد. فاحنا هاي الحاله ما نريد نكررها مره ثانيه، يعني احنا طالما احنا يمكن ربما صار بيني وبينك حديث قبل ما ندخل الاستوديو انه احنا كرياضيين نتمنى انه يجي واحد شخص يحمل على عاتقه انه مسؤوليه كل هاي ذول الرياضيين، يعرف فلان وفلان ويسمي المسميات بالضبط مكانها الصحيح. بالضبط، ولذلك احنا نتمنى، كنا ندعمه، ثق بالله كنا ندعمه. من ليش ما تكونون هيئة انتم النجوم او فد منظمة وتدخل قبة برلمان تكون لها صوت مؤثر؟ ليش ما تكونون يا اخي؟ احنا والمرة مو شرط انه انتخابات وهاي، انتم اليوم اسماء نجوم، يعني اليوم من تروح بسفرة انت ورئيس الوزراء الناس يوم انت تاخذ صور ويا سعد قيس ويا رئيس الوزراء، والله اني ما وغير سعد قيس، احمد راضي، ليت حسين، هواية من الاسماء. ها زين، ليش ما تكونون هيئة فد 20 نجم ممكن تروحون تدخلون، واكيد انتم توصلون بسهوله لرئيس الوزراء، رئيس البرلمان، توصلون تطرحون هذا الشيء كنجوم. اسمح لي، مو هي شغلتي مهمات، واحده قامت تتعارض ويا الثانيه، صارت المظاهرات، انت شفت بعينك الناس شافوا المظاهرات اللي صارت بالاتحاد، لكنه هي كانت ظاهرات عن برايي الشخصي اللي قادها كابتن يونس عبد العليم. تحياتنا لابو علي، تحياتنا الكابتن يونس، ممتازة وعظيمة وخطوة جريئة أنا أعتبرها، لكنه وبعدين المشكلة أنه كانت خطوات جريئة لكن غير محسوبة، يعني هم يحسب لهم اللي إجا وشارك، يعني إحنا نوجه له التحية أنه على موقف الجريء، لكنه أنا في رأيي ما كان لها تخطيط، ما كان لها قائد، فأني حتى أنا واثق أنه هي لو 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 صاير لو نجح هذا لو نجح هاي المظاهره كان صارت مشاكل بعدها بين المتظاهرين. ممتاز، بين المتظاهرين كان صارت مشاكل، لانه ماكو قائد، ماكو اتفاق، عفويه طلعت ناجحه، وصلوا صوتهم للجميع، لكن ما كان بها قائد، ولذلك يعني صارت امور. لكن الطرف الثاني من الموضوع عزيزي استاذ نبيل، انه احنا هاي الخطوه اللي سويناها اني، يونس محمود، نشأت اكرم، عماد محمد، سامر سعيد، سوينا هاي الخطوه، هي هاي مو مظاهره، هاي تختلف اختلاف جذري عن بالتأكيد عن المظاهرة. انه انت وصل صوتك مباشر. ممتاز ممتاز، هذا حتى لا يفهمنا البعض يعني. لا بالتأكيد كابتن، عفوا يعني البعض من الرياضيين لربما يجي يقول ايش معنى سعد قيس، يونس محمود، نشأة اكرم، يعني انا تحياتي للجميع، جميع الاسماء اللي ذكرتها. الفكره هي مو فكره انه التفرد بالسلطه وتفرد بالمنصب او التفرد بالقرار. نعم. يعني احنا اختارينا بعض اللاعبين من اجيال مختلفه، الفكره انه نوصل رساله للبرلمان. ايش تتوقع وصلت الرساله؟ الرساله وصلت، هو صراحه الشخص هو مشكور، ابدا مساعده، يعرف جميع اللاعبين، يعرف تاريخهم، يعني حتى انا بالمزاح قلت له، دخلت عليه سلمت عليه قلت له تعرفني؟ قال طبعا، اشهر من نار على العالم، اعرفك انت كذا وكذا، واللاعبين كلهم يعرفهم، الشخص رياضي لكنه القرار مبيده صراحه، انا اقول القرار مبيده، برلمان يصوتون على القرار، هو وعدنا خير. لكن احب اقول للجميع لمن اساء فهم اختيار الاسماء لربما، يعني هي خطوه جباره، هي اذا هاي خطوه نجحت يعني ممكن تكون خطوات بعدها، يعني القصد انه هاي الخطوه يا اخوان احنا سويناها للجميع، هذا القرار اذا تمرر راح يخدم كل الرياضيين اللي في يوم ما كانت عندنا العراق في حرب، لا يقدر احد يدرس يروح مدرسه، عفوا لا يقدر يروح مدرسه، كانت حروب وكانت مشاكل، فهم الجانب الدراسي، زين ذول كلهم خبره، اللاعب له 15 سنه منتخب عراق، واللي لاعب له 20 سنه، هذا اذا ما عنده شهاده راح يقول له انت مالك حق تدخل بالانتخابات، فهذا راح يروح، راح نهمله، كل شيء ما راح نستفاد من عنده، اذا تمرر القرار انا واثق انه هذا القرار راح يخدم كل لاعبي كره القدم. حتى روح الموضوع، اذا ما تمرر القرار
نحتاج ثورة؟ هي لازم، هي هاي إذا هذا القرار ما تمرر، إذا ما تمرر هذا القرار نحتاج ثورة جادة؟ طبعا، بس لا يفهموها غلط، يعني احنا المفروض ثورة من اجل التصحيح، تصحيح المسار. احنا لازم، احنا ما عندنا استاذ كابتن سعد، احنا ما عندنا اختلاف اليوم ويا الشخوص، احنا عندنا اختلاف ويا العمل. احنا نريد نشوف دوري للفئات العمريه، احنا نريد نشوف اليوم منتخبنا يلعب كاس العالم، احنا نريد نشوف اللاعب من يلعب بالوطني بعد ما يرجع يلعب بالاولمبي، هاي اللي نريد نشوفها. التزوير بعد ما نريد نشوفه، ممكن يصير تزوير سنة سنتين، بس مو يصير تزوير 7 سنين وست سنين. هذا اللي احنا نتحدث به استاذ سعد، ما عندنا احنا كلهم اصدقائنا واخواننا، لكن نحتاج ثورة اذا ما تمرر هذا. 100% الكلام اللي قاعد تقوله كله صح، هاي الثورة لازم تصير. بعد معنا لازم ننتظر القانون اللي راح يصير، هذا القانون راح يفسح المجال لفئة كبيرة. يعني انت لما النادي هاملك، هذا الموضوع جدا مهم، النادي هاملك وهام بكل اللاعبين القدامى واللاعبين اصحاب الخبره، اذا النادي ولا الاتحاد ولا اذا هاملك، هذا القانون راح ينصفك، لانه ينصفك بشكل كبير. انت تدخل باي انتخابات انه انت تدخل باسمك، مدعوم من الجماهير، اغلب اللي موجودين غير مدعومين من الجماهير، ولذلك اللاعب الكبير صاحب الاسم يكون مرعب بالنسبه لهم.